النقطة الأولى تكلمنا عليها بالتفصيل، وما بل بالعكس هناك شيء آخر، مش الرد على هؤلاء الناس وتبكيتهم الذين يتكلمون على الفتنة ويريدون وأد الحقيقة ويريدون مزيد من القهر ويريدون مزيد من الاستبداد والظلم والقتل، لأن هذا معنى كلامهم الذين يقولون للناس لا تتكلموا لنا عن الحقائق اخفوها، معناهم يطلبون مزيدا من الظلم والقهر على الناس. وأقول لأهل ليبيا عموما ولأهل المنطقة الشرقية خصوصا، ما حدث في درنة إذا سكتتم عليه ومر عليكم هكذا تحت ترهات هؤلاء الناس الذين يقولون لكم لا تتكلموا عن الحقيقة، إذا سكتتم عليه ولم تخرجوا في الشوارع بالآلاف المؤلفة، والله هذا سيتكرر عليكم المدينة بعد الأخرى. ما حدث في درنة يحدث في المرج ويحدث في طبرق وفي البيضة وفي جدابية وفي بنغازي ويمر عليكم مرور الكرام. إذا أنتم لم تقوموا جميعا يا أهل ليبيا سواء كان في الشرق ولا في الغرب وكذا، وتضعوا حد لهذه الترهات ولهذا الفساد وتطالبوا ببيان الحقائق وسكتتم، فهذه المآسي وهذه الكوارث سوف تتكرر عليكم. وهذا جهاد في سبيل الله، مقاومة هذا الفساد وهذا الظلم من باب الجهاد، ومن مات فيه صادقا مخلصا يريد إبطال الحق وإظهار الباطل ترجى له الشهادة بإذن الله، لأن هذا هو الذي وعد الله تبارك وتعالى به، يعني أمر الله تعالى بالجهاد في سبيل الله في آيات كثيرة. والإمام مالك رحمه الله يقول في ذلك: سبل الله كثيرة وما من سبيل إلا ويقاتل عليها ويقاتل فيها ما من سبيل. سبل الله كثيرة وما من سبيل إلا ويقاتل عليها ويقاتل فيها ويقاتل لها. فمعناها مش معناها الجهاد والشهادة أنك فقط تموت في قتال الكفار، بل تموت من أجل الحق. سبل الله كثيرة، إذا أردت أن تحيا الحق في أي سبيل من سبل الله فهذا هو من سبل الله التي ترجى فيها الشهادة. وذاك الناس عليهم أن يعرفوا هذا، وقد بيناه مرارا ولا نخفيه، هذا هو الواجب على أهل العلم، لابد أن يبين الناس أن الباطل الوقوف في وجهه وقتاله والصبر عليه ومدافعة أعداء الحق ومدافعة الظلمة سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين. الموت في قتالهم وفي جهادهم وفي مصابرتهم ومدافعتهم هو موت في سبيل الله. وذلك لا تسمح بأن تمر هذه المحنة التي حلت بأهلنا في درنة، لا تسمح لها بسكوتكم، ستسمحون لها بأن تعود في مناطق أخرى في الشرق أو في الغرب أو في غيره.